نهار الاولين كنا شويه مخلوعين فهمتي، تسمع كورونا ولكن الناس هنا فهمتي جابونا دارونا بحال فرمليه، دارونا بحال زعما بحال عائلتهم، تعاملوا معنا مزيان، كلشي داز مزيان والحمد لله تلاقينا مع والدينا، هذا هو اجي احسن حال. ما تفوتنيش المناسبة بأن نشكر صاحب الجلالة اللي حقيقة بفضلو قدرنا نجتمع مع وليداتنا، وزعما الله ينصرو ويكبر به كيكبر بوليداته ووليدات الشعب المغربي، والحمد لله على سلامة الجميع. وما تفوتنيش الفرصة نشكر جميع كل من سام من قريب أو من بعيد، لا من وزارة الصحة ولا الدرك الملكي ولا الداخلية ولا الخارجية ولا السفارة بالصين، اللي زعما ما بخلوش علينا بأي جهد، وكان ليهم الفضل بيان سور بعد صدر وبعد جلالة الملك أن وليداتنا نشوفهم في الصحة، والحمد لله.